الحقيقه كانت رحلات شعب رامسس الخليفه هي عباره عن سلسله من المعجزات والآيات. ولو احنا لم نعرف ان طبعا الكنيسه متعدمه في كلمه الله وعارفين انه تحركات هذا الشعب مش بس على مدار ال 40 سنه اللي قاتل فيها موسى، لكن حتى في ايام يشوع وما بعد يشوع الشعب ده عاصم معجزات وايات ملهاش عهد. وانا اعتقد انه من وقت حتى قبل الخروج وهم في ارض مصر يعني شافوا ايات وشافوا معجزات وشافوا 10 ضربات الرب كان بيعملها مش ضد بس فرعون والشعب، لكن ضد كل آلهة المصر. ورغم كده الطبيعه البشريه هي الطبيعه البشريه والانسان هو الانسان، مرات يشك مرات يفقد الايمان ومرات يتصور مرات يتمرد ومرات تخرج منه امور صعبه. مش بس الزعل القاتل اللي يعني الرب حطهم ليه في السكه، لكن اولا واخيرا خلي بالك ده الرب بيعملها بينكسر الشعب ده. انا مش هقول كل الرحلات، لكن عايز اقول اول ارتحالي بعد الخروج بدا من بحر صوف لحته اسمها بريه شوف، ودي كانت اول محطه. المحطة الثانية من برية شور إلى برية سيناء، برية سين، ودي تاني محطة. تالت محطة من برية سين إلى ما؟ يا قولوا معايا أنا فين؟ إلى رفدين ده اللي إحنا بنتكلم أو قرينا عليه. وكلمة رفدين أو معنى رفدين معناها راح أو رهات. وعايز اقول يا شعب ان ربنا عنده محطات اسمها محطات راحه، وعنده راحه لكل حد تعبان، وعنده سلام لكل حد منزعج، وعنده اطمئنان لكل حد خايف وجلاد. عشان كده لما تكون منزعج ومضطرب وبجان وخايف افتكر دايما ان ربنا عامل لك محطه اسمها محطه رفض راحه راحات. انا اتخيل بالايمان ان رجل الله داوود في مزمور 27 تذكر هذه المحطه وقال الكلمات دي: الرب نوري وخلاص ممن اخاف، الرب حسن حياتي ممن اخاف. عندما اقترب الي الاشرار ليأكلوا مضايقي واعدائي عصوا ان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن. ربنا عنده راحه لكل حد تعبان. الخاطي تعبان يا اخوان؟ يلا رد على الخاطي تعبان؟ طب والمؤمن؟ والمؤمن برضه بيتعب مش كده؟ بس تعب الخاطي ده خلي بالك، خلي بالك معايا، لو ما خدش الراحه الحقيقيه من يسوع المسيح هيفضل تعبان مش بس في حياته على الارض، لكن هيفضل تعبان حتى لما تنتهي رحلته ويروح الابديه اللي كلها عذاب ونار والم وبكاء وصرير الاسنان. عشان كده المسيح قدم دعوه بنداء قوي
في متى اصحاح 11 عدد 28 وهو بيقول بص كل الناس اللي كانوا قاعدين قدامه، على فكره كان فيهم الكتبه والفريسيين والاغنياء والفقراء وكان التلاميذ وفئات مختلفه، لكن جد النداء ودعوه للكل. بص دعوه بتقول يلا قول معايا تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا مريح. ايه يا رب مفيش حد يعني مرتاح في الناس اللي قدامك ولا ايه؟ قال حبيبي خد بالك كل الناس اللي كانت قاعده قدامي دول انا عارف الدوافع بتاعتهم، عارف نوعيه التعب اللي عندهم، عارف واحد يعني سنه بلدان، عارف واحد مش قادر يتمتع بالسلام في دايره معينه في حياته، عارف في ناس كتار قدامي ده هو بيقول يعني لسه يعني خطاط ضميرهم مسقم بالخطايا وتعبانين وخايفين مش عارفين يعني يعيشوا الحياه الصحيحه ومش عارفين كمان يناموا وخايفين كمان لئلا تنتهي الحياه فجاه وهو مش عارف هيروح فين. فانا بقول لكل حد تعبان تعالى وانا اعمل ايه؟ وانا اروح. شكرا. انا مش شاطر قوي في اللحظه بفكر، بس انا احب اقول كلمه الله زمان في اشعياء اصحاح اعتقد 3 بيقول الرب او بيقول اشعياء ويقول في يوم يعني ايه؟ يريحك الرب. نعم من 3 عشان يلا قول معايا من تعب. صدقني انا ما اعرفش نوع تعبك اللي انت جاي بيه قدام الرب. صدقيني انا ما اعرف نوع تعبك اللي عامل لك يعني كده ها؟ اللي وراك يعني يخليك تبكي، والتعب اللي عندك اللي يخليك مرات تبكي، بس ربنا بيقول انه ينفع النهارده يكون يوم راحه من هذا التعب، ويكون في يوم يريحك الرب. ها؟ روح معايا من تعبك ومن انزعاجك، الجدل اللي عندك، الاضطراب اللي عندك، ذهنك مش مستقر، افكارك مش مستقره، البال بتاعك مش مستقر، طول الوقت وانت بتحسب، طول الوقت وانت بتضرب اخماس اسداس، طول الوقت وانت عمال تقول لو حصل كده يحصل ايه، لو ما حصلش كده يحصل ايه، لكن كل انزعاج وتعب في راحة ليك من الرب. والثالثة ومن العبودية القاسية التي استعرضت. خلي بالك إشعياء كان بيكلم الشعب في الوقت ده وهو في أرض السبت، وهو في أرض السبت مستعبد ولا مش مستعبد؟ مستعبد. حر ولا مقيد؟ مقيد. تعبان ولا مستريح؟ تعبان. مش كده برضه؟ بس إشعياء كان بيقول هيجي يوم للشعب المصري ولما يرجع تاني الى ارضه والرب يرجعه هيديله راحه ولا مش هيديله؟ هيديله راحه. خد كمان حاجه تاني، موسى في خروج 33 فجأة جاله اعلان الهي، بص موسى اخر مره نمشي مع بعض. يا رب حصل بس أبو بصراحة يعني أنا تعبت وزهقت من الشعب ده. ليه؟ شكل الشعب ده ماله ها؟ صامت؟ أقول شمال يمشي يمين، أقول يمين يمشي شمال. ما عندوش طاعة، ما عندوش خضوع، ما عندوش سماع الكلام. طب ما أنت لو تعمل إيه؟ قال له مال صباح الملايكة يعني ده يوف ربوات عندي، أخد واحد من الملايكة يمشي؟ قال له ده كلام برضه رب طوله وده كلام ده الملاك في طبيعته لو دورت على الطبيعه بتاعته احمق ولا مش احمق؟ احمق. وعلى ملائكته يرسل حمار ما ينفعش معانا، ما يقدرش يحتملنا، ما يقدرش يحتمل
بتاعتنا واحنا في البر، مين يحتملنا واحنا بنتذمر واحنا بنتمرض واحنا مش قادرين نشكر واحنا عمال نخصمك شويه ونجرب شويه واحنا يعني تعبين قلبك كده؟ مين يحتملنا؟ مفيش غيرك اتعودنا عليك. وبعدين موسى الحقيقه يعني جسد تعليم سبحانه الله حتى الرب في خالد يا رب. قال له طب اقول لك على حاجه، مش انت قلت كده؟ اسمع بقى كلامي يعني ايه تقول له موسى الله؟ قال له ايه؟ بص، ان لم يسر وجهك امامنا فلا تسعدنا وانت تقول امشوا والملاك معاك وانا اقول للشعب كمان مش هنمشي. قال له كده موسى قال له احنا اتعودنا عليك. ده احنا اتعلمنا ازاي نستهل عليك ونتكل عليك. احنا عمرنا ما هنبقى افضل منك واحسن منك. انت الشخص الوحيد اللي عندك طول امام وصبر تقدر تحتمل كل حد فينا. اسمع الاعلان اللي جاي، ها؟ قال وجهي يسير تعمل ايه؟ خد بالك ربنا مالش وش ومالش ده، صح كده؟ امال ايه الحكايه؟ كلمة وجه يعني ها حضور، حضور يرافقك تفرح. يعني مش هتقابلنا متاعب لا احد يقابلك متاعب، مش هيقابلنا مشاكل واحنا في الطريق يا رب هيقابلنا. يعني العدو مش هيصادفنا، كل شيء سيصادفنا في الحياه بس وانا ماشي معاك وانا ماشي معاك احل لك المشكله، وانا ماشي معاك اسدد لك الاحتياج، وانا ما عايش معاك اشيلك وكانك مرفوع على اجنحه النسور، وانا ماشي معاك احارب عنك واحارب لاجلك واحارب بعدك. خلي بالك اوعى تفتكر ان الحياه مع الرب والرحله سهله ولا صعبه. يلا قول معايا، فيها مشقات؟ ايوه فيها مشقات، بس اسمع اللي قاله بولس لتيموثاوس، احتمل المشقات كجهد صالح ليسوع. وانت بتقابل كل الصعوبات دي قال له اذكر يسوع المسيح المقام الاله الحي صاحب القدر الفارق اللي لما يمشي معاك ويرافقك يدي لك راحه ما تقلقش، يدي لك راحه. دي المحطه. خد كمان معايا تاني، الشعب وهو ماشي لما جه في محطه رفيدين ده ايه المشكله اللي جابت؟ ايه الاحتياج اللي جابه يا اخويا؟ يلا قول معايا، مفيش ميه. يا جماعه مفيش ميه، عايزين نشرب. تعرفين في محطه مار ايه اللي حصل؟ كان عندهم ميه طيب ولا ايه؟ كان عندهم ميه بس شكل الميه مالها؟ كانت مار، مش كده ولا ايه؟ شعب غريب يا ابو سكر. وعلى فكره يا اخويا احنا مش افضل من هذا الشعب. يا دول ايه؟ ما احنا مش بنتظلم، احنا مش بنتمرد، احنا برضه مش بنشكو يا ابني، احنا مش زي الشعب ده، احنا افضل من مين اللي قال الحكايه دي؟ بص كان عندهم احتياج حقيقي، بس لما يصادفني الاحتياج الحقيقي مش من حقي ان انا اعمل اتصرف. لما تصادفني المشكله، لما يجي عليا الالم، لما يسمح الرب يحطني في دايرة ضيقة جدا، أنا عارف كويس إن الرب عايز يطلعني باختبار. يبقى ربنا عايز يعمل معايا شيء صالح وأفضل. بص اللي حصل مع الشعب ده، سوى في مرة كان امتحان، صح كده؟ طيب وهنا؟ للامتحان برضه، صح ولا لا؟ للامتحان مش كده؟ تعرفين الشعب ده؟ سفر العدد يسر على الشعب ده انه يصبر كم مره؟ 10 مرات. ده 10 مرات بس المذكورين، ما افتكرش انا 10 في 40 سنه يعني، انا اعتقد اكتر من كده، لكن المهم لم يكن. طب انا عندي سؤال بس الان، الميه دي احتياج حقيقي ولا لا؟ يعني خلينا في الوضع الطبيعي مش كده؟ لما ابص على سن القمر كله خايف عليه على الميه، الحصه بتاعتنا الجد، فالزرع يشرب منين؟ والمواشي بتاعتنا تشرب منين؟
طيب واحنا نشرب منين ونمارس حياتنا منين؟ خلي بالكم كل نقطة ميه في الازازة اللي في ايدي دي مهمة جدا. الشعب اللي كان عنده احتياج حقيقي لنا للميه، صح كده؟ عندي سؤال مهم ليا واخويا القسيس وكل واحد ولكل واحد، انت عطشان اليومين؟ انت عطشان اليومين؟ احنا عطشانين بايه الايام دي؟ خلي بالك كل واحد فينا ربما يكون عطشان لامر معين، بس ولا امر معين اللي انت عطشان بيه وتدور عليه وتكتشف وراه عشان تروي الزغط بتاعك ده يقدر يرمك. روح معايا لمحمد يا ست، انت عطشانه ايه؟ يا عم انت عارف انا عطشانه ايه؟ طيب شريكي علشان تروي زمه ده في الدايره دي ارتوت؟ يلا قول يا اخويا ارتوت ست منك؟ ولا العالم مش ممكن يروي. الخطيه نفسها مهما كان فيها من لذه ومتعه مش ممكن ابدا ترويها. محبة المال مش ممكن ترويج. أي شيء تاني ممكن أدور عليه وأجري عليه، خلي بالك عشان يروي صمت ولا حاجة. بص أنا شخصياً عطشان. أنا شخصياً عطشان لحضور كل يوم وده احتياج حقيقي. اسمع كده بقى دكتور وهو بيقول في مزمور 42 وداوود بيقول إيه في مزمور 63. ده بيقول في المزمور 42 بيقول وصفة كما زي كده كما يشتاق الإيه إلى جداول المياه. تعرفين الغزال ده أو الغزال ده لما يعطش مثلا على الساعة 12 الظهر في حارة الصيف لما يضرب عينه من على بعد، خلي بالك يعتقد ان السراب هو ايه؟ انها ميه، فيفضل يجري 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 لغايه ما يروح المكان اللي حددته بقوه عينه ده يرجع ايه؟ سراب مش ميه، مش كده؟ يقف في مكانه يضرب عينه على بعض وهكذا ويفضل يجري ويتعب لغايه ما ربنا يرزقه بشويه ميه. فبان قرع بيقول كما يشتاق هي الى شهاده هكذا هكذا زي المزال ده العطشان الزمان. خلي بالك بقى اللي جرب يموت في العطش بسبب الجفاف اللي حصل له من جدة الميه هكذا تشتاق نفسي. يا رب نعطش لحضور الريح، يا رب يكون عطشنا حقيقي وكل زغل فينا، خلي بالك ها للرب شخصيا وحضوره ومجده وعمله ومسحته وامتلاء بروح القدس الحقيقي. عشان كده اشعياء اشعياء في الوقت بتاعه وقاله في اصحاح 26 بص بقى سال علينا سادة سوى الى اسمك والى ذكرك. شهوة؟ طب لما عندك العطش انت عملت ايه؟ قال بصراحة في السهم قال قمت بدري إليك أبتكر. ما كانش عندي يعني قوة أحتمل تاني وأفضل وأبرد بالعطش بتاعي لأن أجبت واللي حصل لي. طب ممكن واحد يقوم من جنة المية؟ إيه يا أخي؟ ده عروض معايا ممكن واحد يقوم بالعطش؟ طلع لكم معلومة عن عيال. قال الإنسان ممكن يعني يقعد 40 يوم من غير يعيش كده يعني على لحم وبطن يعني. لكن آخر 3 أيام من غير مية ولا يحصلها يجف يعمل إيه؟ فاكرين معايا أنتوا في تكوين 21 قصة هاجر وابن إسماعيل. يا ست ده الولد كبير يعني أنت رميان إيه تحت الشجرة؟
قال انت اصل الكربة اللي عطاها لي زوج المحبوب ابراهيم انا خلص. ومش مهم انا بس الواد مش قادر يحتمل العطش وما عنديش استعداد اشوف اسماعيل بعينيا يموت بسبب قله لا انظر الولد انه يموت بالعطش. يبقى 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 جبت الميه انا طبعا. طب خد واحد تاني شمشون. شمشون بعد ما موت 1000 واحد بلحم حمار من الفلسطينيين عطش وقال انا بعمل ايه كمان؟ بص انا بطلع في الكاس الاخيره من جده الميه انا خلاص بسدت كل اللي عندي. لكن اوجد له ميه في لحم الحمار. عارفين لما شرب يقول وبص وراجع اليه ايه؟ انتعش من تاني. يبقى الميه تنعش ولا ما تنعش؟ الميه بالنسبه للناس دول كانوا بيتصبروا على الفاضيه والمليانه ولا كان احتياج حقيقي للميه؟ احتياج حقيقي. انت عندك احتياج للميه الروحيه اليومين دول ولا ايه؟ اسمع اسمع معايا. احنا مشكلتنا كلنا يعني بلا استثناء ان احنا ممكن نعيش على اختبارات 10 سنين لورا مش كده؟ واقول يا سلام على اليوم اللي انا اتمليت فيه من روح القدس. طيب اليوم ده مر على سنين طويله مش كده ولا ايه؟ طب اخبار البر والخير الايام ده شكله بص انا هقول اللي قال المسيح في يوحنا 7:37 في اليوم الاخير العظيم منها من العيد. اي عيد يا اخوان؟ اي عيد يا اخوان؟ عيد المصار مش كده؟ في عيد المصار ده حسب يعني الطقس اليهودي كان اخر يوم يعني الكاهن او رئيس الكهنه يجيب جره كده ويشيلها على كتفه وفيها ايه جره دي؟ يعني ويفضل يلف وسط الناس وسط البلد كده وسط اللي عطشان يجي يشرب مش كده ولا ايه؟ اللي عطشان. المسيح في اليوم الاخير من عيد المصاب وقف ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب مش كده ولا ايه؟ من امن كما قال الكتاب ها بحسب المكتوب يعني بص من امن كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء. انت بتتكلم عن مين؟ مين اللي هيعمل الخير ده؟ مين اللي هيجيب الانهار من الاعماق؟ مين اللي هيجيب يا اخويا؟ يا رب احنا حتى يعني كنيسه رسوليه الروح القدس مش احنا بنتكلم عن عمل الروح القدس. عندي سؤال الروح القدس راح فين الايام دي؟ مازال بيفيد ولا ايه؟ ما زال بيجدانا ولا لا؟ يا اخوه احنا يا اخوان سامحوني احنا كلنا بنحسن الروح القدس ونطفيه عشان كده فين 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 املانا املانا ازاي؟ واحنا مش عارفين مساحه للروح انه ياخد راحته بس على كل حال ايها العطاش هلموا جميعا الى الوقت عدى من اول ملاحظه واخيره. عمل موسى ده احتياج حقيقي. هل ربنا يقدر يسدد كل احتياج حقيقي هذا؟ طبعا. طبعا لما ترجع معايا اللي قاله الرسول بولس في فيليب 4:19 فيلا اله كل صحيح في الوقت ده كان بيتكلم طبعا عن الاحتياجات الماديه ولانهم بعتوه مره ومرتين بتوع فيليب فقال لهم ربنا برضه لما يكون عندكم احتياجات هيملى كل احتياج لكن تنفع الايه كمان على اهم احتياجات وهي الاحتياجات الروحيه مش كده ولا ايه؟ يملى كل احتياج. بص ملاحظه اخيره وانا مش والكلمة دي الحقيقة على مدار النص ده امبارح والاول واليومين اللي فاتوا كأن أول مرة أقرأ الآية دي. الرب قال لموسى خلي بالك مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل ودول شهود عيان على المعجزة اللي هتتم
وبعدين يقول له وعصاك التي ضربت بها النهر، مش ضرب نهر بلا ده كده وحول الميه الى، وبنفس العصايه ضرب البحر الاحمر. بس الكلمه دي يعني انا خدت بالي ان انا يقول له وها انا اقف امامك هناك على الصخره. والصخره دي تعمل ايه؟ تضرب، مش كده ولا ايه؟ ولما تضرب الحجر ده الصخر الصغير ده ايه اللي يحصل؟ ها؟ ايه اللي يحصل؟ تطلع معنا، مش كده؟ بصوا مين اللي طلع معنا؟ ده اسمعي عشان نصلي، مين اللي طلع معنا؟ العصر ولا ايمان موسى ثقته في الرب؟ ولا الرب نفسه اللي واقف؟ لا موسى ولا العصر، لكن مين؟ الرب اللي كان واقف هناك، اللي كان متواجد حاضر هناك. ايه الصبر؟ عارفين كورنثوس الاولى 10 والصخره اللي كانت بتتبعها، ها؟ صار ايه مين بقى؟ سنين. شربوا شرابا يا رب، ده رمز جميل عن المسيح، نبوة جميلة عن المسيح. أنت اتضربت فين؟ ها؟ اتضرب فين يا رب؟ اتضرب في الصليب. مش هو ده برضه الراعي المضروب بتاع سفر هوشع ولا أنا مضروب؟ بتاع سفر زكريا ولا أنا مضروب؟ مش كده؟ هو الراعي، أغلب الراعي تتشدد أو تتبدل الرعية الخراف والتلاميذ كل واحد مش على دماغه. والمسيح هو الصخرة المضروبة. بس خلي بالك، خلي بالك، لا العصا ولا موسى، لكن الرب. وانا عايز اقول لك يسوع لسه حاج وعايز يسيرك وعايز وهو موجود، هو ما بيغيبش من المشهد. هو اللي قال لموسى وانا اقف هناك، انت كنت في حته ثانيه وجاي عشان تقف قدام موسى والشعب وشهود العيان دول شهود خصوصا. ده انا كنت في حته، ده انا بعلن عن حضور شخصي حقيقي. يا اخوه احنا محتاجين الايام دي، مش لوجود الله العالم المطلق في الدنيا كلها، انا وانتم محتاجين لحضور شخصي حقيقي يلمس كل حد، يحط ايده على كل واحد، يملانا ويفيض حضنك ويساعدنا. ويساعدنا مش هنقول لغه الشعب، هو في وسطينا ولا لا؟ هو معانا ولا ايه؟ ولا خلينا نقول